طفل يطرق الأبواب ليبيع البذور أحياناً ثم يبيع القرطاسية، هكذا كان في الماضي. أما اليوم فهو ملك يتربع على عرش تجارة السلع الرياضية عبر الإنترنت، ويملك ثروة تقدر بأكثر من 11 مليار دولار. فمن هو مايكل روبن، مؤسس فاناتكس، أهم متجر إلكتروني لبيع وتصنيع السلع الرياضية؟ ولد مايكل روبن عام 1972، ونشأ في ولاية بنسلفانيا، وفيما كان الأطفال يمضون أوقاتهم في اللعب، كان مايكل يبيع بذور الخضروات، ولم يكن قد بلغ 8 من عمره بعد، ثم أضاف لعمله بيع القرطاسية وخدمة تجريف الثلج، وقبل أن يبلغ 16 من عمره، كان لديه متجر رسمي للتزلج حمل اسمه مايك للتزلج والرياضة. واجه مايكل أزمة مالية مع تذبذب المبيعات بعد موسم تزلج خال من الثلج، فاستدان من والده لسداد التزاماته شريطة أن يعود إلى الدراسة، لكنه ما لبث أن عقد صفقة أخرى مع مدرسته الثانوية تسمح له بمغادرة المدرسة مبكراً لإدارة مشروع متجر التزلج الناشئ الخاص به، الذي نما إلى امتلاك وتشغيل 5 متاجر للتزلج. بعد المدرسة التحق مايكل بجامعة فيلانوفا، لكنه تركها بعد أن حقق مكاسب كبيرة بصفقة تجارية عابرة من بيع معدات فائضة عن الحاجة، وربح 75,000 دولار، وحينها قام ببيع متاجره واستخدام العائدات لتأسيس شركة KPR Sports التي سميت باسم الأحرف الأولى من اسم والديه. زادت إيرادات KPR من مليون دولار في 1993 إلى 50 مليون دولار في 1995، وهو العام الذي بلغ فيه روبن 23 عاماً. في عام 1998 أنشأ روبن جلوبال سبورتس، التي غيرت اسمها لاحقاً إلى GSI كوميرس، وهي شركة لإدارة عمليات التجارة الإلكترونية لكبار تجار التجزئة مثل كيمارت وسبورتس أوثوريتي. في عام 2011 باع مايكل GSI كوميرس لشركة إيباي مقابل 2,400,000,000 دولار، واشترى منها كجزء من الصفقة 3 شركات لم تكن مهتمة بامتلاكها، هي رولالا وشوبرنر، إضافة إلى فاناتكس التي قد تكون الأهم. في عام 2018 استحوذ موقع المبيعات السريعة رولالا على شركة جلد جروب المنافسة، فاندمجت الشركتان في رو جلد جروب. أما فيما يتعلق بشركة شوبرنر فقد باعها مايكل في عام 2020 إلى فيديكس، ليبقى محتفظاً بحصص له في فاناتكس ورو جلد جروب. وبدلاً من المنافسة مع عملاقتي بيع التجزئة أمازون وعلي بابا، جعل مايكل فاناتكس متخصصة بحقوق بيع السلع الرياضية. على مدى السنوات 10 التالية وقعت فاناتكس 10 من اتفاقيات الترخيص مع فرق رياضية محترفة وتجار تجزئة لبيع مجموعة كبيرة ومتنوعة من المعدات الرياضية، وقد بلغت قيمتها السوقية في ديسمبر 2022 31 مليار دولار. يمتلك مايكل البالغ من العمر 50 عاماً نحو 33% من شركة فاناتكس، كما أنه عضو مجلس إدارة في رو جلد جروب، الوجهة الأولى للتجارة الإلكترونية التي تشمل رولالا.com وجلد.com وشوبريميوم أوتلتس.com، ويملك ثروة تقدر ب11 مليار و300 مليون دولار بعد أن كان بائعاً للبذور.